ريحه وصويه وعلان وهي علان ايه وعلان واش من علان ايه عطار ويا عطار عطار في حانوته وش مشاوي المكوي وعلان وهي علان ايه والموت الموت الموت واللي ما مات يموت 12 قرر منا ومن بعد شويه زوج كيلومتر كان رباح اخرى ثاني نشوفوها مي دوكا الوحه ما تبانش منها دوك تبان من هنا هذه قلت لكم صوره عندها الماء تاعها مينيرال موش مستغرب تاع على جماعه دوك من بعد تشوفوا من هنا الوحه ما تبانش منها اربع وات تحتاني واربع وات فوقاني لهنا اربع وات هذا القصر واش من واش من زمان هو ولده راه تما وكاين دار حتى دوكا حنا نمشيو بقات لي واحد 4 كيلو على علاش ديرك شي شلاله الدهرانيه وتما كاين خطر كاين ثاني في وازيس وعاد نرجع تما ان شاء الله نكملوا ان شاء الله عندي سؤال يا هل ترى اهل شلاله قبليه يتكلموا العربيه ولا الامازيغيه الامازيغيه في زوج شلاله في زوج شويه ناقصه ناقص فيهم في زوج هذه بقات العائلات كما نقولوا المحافظه كذا في الشيله خمسه ولا تسعه يعني رحلوا جاو صحاب برا ما نهار كان قصور من واش عندها شلاله بالامازيغيه هي مش هي تاع كان متداول ماشي شلاله شلاله جا من بعد هي من قبل يعني مسمو بلاد الزيبون دوك اختصاصات وانا ورانا واش منطقه نزورو فيها Help me!